بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله هنتكلم في موضوع جديد، وموضوع درسنا اليوم عن الأسنان، وإن شاء الله هيتم نشر الدرس ده على البلاك بورد. بالنسبة للأسنان، في ملخص للدرس اللي هنا إن إحنا نتعرف على النقاط الأساسية ليه. اللي هنتكلم عنه اليوم هنتكلم عن أنواع الأسنان، عددها، شكلها، ثباتها، علاقة عدد الجذور بفينات السن، الملائمة بين تركيب الأسنان ووظيفتها، تركيب السن، والتركيب ده هنشوف التركيب الخارجي والتركيب الداخلي. بنيجي بعد كده هنا في البداية، أول شيء عايزين نتكلم عن عدد الأسنان. عشان نشوف هنا عدد الأسنان، هنيجي نشوف أدي واحد في كل فك هنعد، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12 13 14 15 16. يبقى هنا في الفك العلوي في 16 سنة. أيضا السفلي هنيجي نعد، هنلاقي نفس العدد تقريبا. نشوف ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. يعني معنى الكلام ده الفك العلوي فيه 16 سن، وايضا السفلي فيه 16 سن، يبقى مجموع الاسنان 32 سن. بس ده عدد عددها في فم الشخص البالغ. اما الاقل من كده زي الاطفال مثلا، فممكن يتراوح العدد تقريبا حوالي 20 سنة. نيجي نشوف بعد كده بالنسبة لأنواع الأسنان اللي موجودة عندنا دي. هنا هنلاحظ في أسنان بيكون ليها حد يشبه السكين، فدي هنسميها قواقع. في أسنان بيكون ليها سن حاد تشبه الإزميل، فنسميها أنياب. في أسنان هيكون فيها نتوءات بالشكل ده، فدي هنسميها أضراس. يبقى معنى كده هنا في قواقع، في أنياب، وفي أضراس. يبقى إذا عندنا ثلاث أنواع من الأسنان موجودة. طيب، عايزين كمان نشوف بعد كده الأسنان دي خلي بالك هنا نيجي نشوف الجذور دي. حاجة إن القواطع هنا ليها جذر واحد، هنا الانياب ايضا جذر واحد اللي هو بالاصفر. عندك هنا الاضراس سواء كان الاماميه او الخلفيه، فلاقي هنا الاضراس الاماميه دي ليها جذرين، والخلفيه ليها ادي واحد اثنين ثلاثه، ليها ثلاث جذور. خلي بالك هنا بالنسبه للاسنان هنلاقي ان القواطع اللي موجوده في الفكين، كل فك فيه حوالي اربع قواطع. الانياب في كل فك فيه نابين، والاضراس كل فك فيه 10، فيطلع المجموع هنا 16 في كل فك للثلاث انواع اللي موجودين. طبعا هنا الاضراس لما نيجي نشوفها هنلاقي الاضراس الخلفيه فيها ثلاثه، وبالتالي دي بتكون اثبت انواع الاسنان اللي موجوده. يليها الاضراس الاماميه عشان فيها جذرين تبقى اقل في الثبات، واقل شيء الانياب والقواقع لان هي ليها جذر واحد زي ما احنا شايفين. طبعا هنا عشان ناكد الكلام ده، لو جينا نشوف الاسنان اللي انا اتكلمت عليها، فهلاقي هنا ادي القواقع عشان يبقى اوضح، فهلاقي هنا ادي القواقع الاربعه، وبعد كده في نابين
وبعدين في هنا الاثنين اللي بجانب الانياب على اليمين واليسار دي بنسميها اضراس اماميه، اما الثلاثه اللي في الاخر في اليمين واليسار دي بنسميها الاضراس الخلفيه. يبقى دي هنا الاضراس الخلفيه في الاخر اليمين واليسار، والاضراس الاماميه عددهم اثنين في اليمين واليسار بالشكل الواحد، والانياب اثنين والقواطع اربعه، فهلاقي مجموع الاسنان زي ما قلنا في الفكين يبقى 32 سنة. هنا بالنسبة لأنواع الأسنان زي ما شفنا اللي هما ثلاث أنواع من الأسنان، وهلاقي كل نوع زي ما قلت على حسب كل نوع، هلاقي الوظيفة اللي يكون بيها على حسب شكل السن نفسه. فبنلاقي هنا القواطع ليها حد يشبه السكين، فده عشان يعمل على تقطيع الطعام، اما الانياب ازمليه حاده علشان تعمل على تنظيف الطعام. اما نيجي هنا للاضراس سواء كانت في الاماميه او الخلفيه، فهلاقي فيها نتوعات علشان تقدر تعمل على طحن الطعام. نيجي بعد كده نشوف التركيب الخارجي للسن، فعايزين نشوف تركيب الاسنان من الخارج. هلاقي هنا في البدايه الجزء الابيض اللي بيكون ظاهر من السن ده بنسميه تاني، اللي هو الجزء اللي فوق اللثه. نيجي بعد كده ليه الجزء اللي بيكون ظاهر في البدايه هنا، الجزء اللي هيدخل من السن داخل اللثه مكان دخوله ده اللي هنسميه عنق. نيجي بعد كده الجزء الداخلي اللي موجود داخل اللثه ده هنسميه جذر، الجزء اللي داخل اللثه. يبقى معنى كده ان انا عندي في تاج، في عنق، في جذر، يعني ثلاث اجزاء للتركيب الخارجي للسن. هنيجي بعد كده نشوف الترتيب الداخلي للسن عباره عن ايه؟ الاسنان من الداخل، فهلاقي الجزء الابيض اللي قلنا عليه ده عباره عن قشره شديده الصلابه اللي احنا بننظفها بالفرشاه لحمايه الاسنان من التسوس، ودي بنسميها طبقه المينا، تبقى قشره صلبه. يليها لو القشره دي اتشالت او حصل فيها تآكل او اي شيء، فهتلاقيها الطبقه اللي لونها اصفر دي بنسميها العاج، وطبقة العاج دي تعمل على تعويض ما يتآكل من طبقة المينا. بعد كده الجزء الداخلي ده بنسميه جوف اللب، وجوف اللب ده بيحتوي على أوعية دموية بيستمد منها جوف اللب الغذاء اللي هو الدم، وأيضا توجد في جوف اللب ده الأعصاب. يبقى معنى كده الترتيب الداخلي يشمل المينا والعاج وجوف اللب. يبقى إذا هنا ملخص الكلام اللي اتكلمنا عنه اليوم، شفنا أنواع الأسنان إن في قواطع، أنياب، أضراس، والأضراس في أضراس أمامية وأضراس خلفية، عدد الأسنان 32 داخل الشخص البالغ. بالنسبة لشكل الأسنان ففي القواطع ودي ليها حد يشبه السكين زي ما قلنا، والانياب ازمنه الشكل، والاضراس فيها نتوءات. بالنسبه لثبات الاسنان فقلنا الاضراس الخلفيه اكثرها في الثبات، بعدها الاماميه، بعدها الانياب والقواطع. وبعد كده اتكلمنا عن علاقه عدد الجذور بثبات السن، ولقينا ان القواطع والانياب بما ان ليها جذر واحد فتبقى هي اقل الانواع في الثبات، بعدها الاضراس الاماميه عشان ليها جذرين فهي بتكون ثباتها متوسط، واثبت شيء اللي هي الاضراس الخلفيه عشان ليها ثلاث جذور فهي تكون اكثر انواع الاسنان ثباتا. هنا الملائمه بين تركيب الاسنان ووظيفتها، فالقواطع قلنا
الحد الوجبي للسكين الموجود ليها ده عشان يعطيها فرصه يتمكن من تقطيع الطعام. الالياف ليها حد وجبي من الاسمنت فتتمكن من تمزيق الطعام، والاضراس فيها الكوبات عشان تتمكن من بحث الطعام. واخر حاجه اتكلمنا عنها هو تركيب السن، ولقينا ان في التركيب الخارجي يشمل التاج والعنق والجسم، والتركيب الداخلي وده بيشمل المينا وهي قشره شديده الصلابه، والعاب اللي يعوض بها تاكل من طاقه المينا، واخر شيء في الداخل هو جوف اللوك اللي فيه الاوعيه الدمويه اللي يستمد منها السن الغذاء، كما توجد ايضا به الاعصاب اللي بتجعلنا نشعر بالالم في لحظه اللجوء الى خلع الضرس او السن لاي سبب من الاسباب. كده يبقى احنا اتكلمنا عن كل شيء يخص الاسنان، ونرجو هنا ان تكون تمت الاستفاده من هذه الموضوعات. وفي الختام بنشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم.